بدأت نتائج الترحيلات الاستعجالية العشوائية تطفو إلى السطح بحي الضريح بالقطب العمراني ماسيني سابق سنطينة، حيث أصبح الهاجس الأمني يشكل قلقا للسكان والأولياء على حد سواء، أين سجلت متوسطة بوروه حادث اعتداء بالسلاح الأبيض على التلاميذ ما تسبب في حالة كبرى من الخوف في أوساط الأولياء الذين أوقفوا أبنائهم عن الدراسة إلى غاية تنصيب نقطة أمن دائمة بمحيط المؤسسة. اليوم تلمينا كأولياء التلاميذ بأن نعالجوا المشكل اللي صار داخل المؤسسة البارح. دونك حنايا المؤسسة البارح تاع ولادنا يجيو باه يقراو ما يكونوش تحت الحماية، هذه ما نقبلوهاش، باسكو المشكل هذا راهو عام في الضريح كامل، في المؤسسات اللي كاين في الضريح كامل، في الابتدائيات، في الثانويات، في المتوسطات. درك احنا المشاكل هذو لازم نديروا لهم حل. بعد ما جاء مدير المؤسسه، مدير التربيه ورئيس دائره الخروب والسلطات الامنيه، طرحنا الانشغال معاه. الانشغال الاول هو الاول، احنا نطلبوا الامن لاولادنا. احنا رانا مع المخطط تاع رئيس الجمهوريه السيد عبد المجيد تبون، هذه راهي منطقه ظل، هذه من اكبر المناطق ظل في الجزائر. يا لكان يسمعوا فيا، نقدم هذه الرساله تاعي للسلطات الامنيه والسلطات اللي في الولايه، معلم على راسهم الوالي، والي الولايه على راسهم رئيس الدائره على راسهم، وزير التعليم والتربيه والتعليم ورئيس الجمهوريه، يشوفوا لنا حل لاولادنا. هنا رانا هذه النقطه اللي فاتت الكاس تاع البارح، لكان شفتوها راهي النقطه اللي فاتت الكاس، اولادنا دخلوا لهم وضربوهم، هذه النقطة اللي فاتت الكأس. لازمنا بإذن الله حل مستعجل. عندنا 5 سنين وما يقارب هنا 140,000، ما يقارب 130 إلى 140,000 نسمة. يا هل ترى ما كانش مديرية أمن، ما كانش صيدلية، ما كانش استعجالات طبية، وما كانش وهم كثير. يا اخي مام الاولاد راهم في الخطر، الاساتذه راهم في خطر يقريو. حنا رانا بطلنا خدمتنا ونجيو با نوقفوا مع اولادنا. بناتي تعرضوا للخطر العام اللي فات، صدموا عليهم هكا بعد بالسكاكن والماس. انا نسبني برا ما نعسوش داخل مؤسسه، هذه مؤسسه تعليميه، هما اللي يوقفوا على اولادنا. حنا نطالبوا الدوله. انا الخطب تبون بحد ذاته قول له سياده الرئيس هذو ولادكم ام صغار، كي قبل ولادنا احنا ولاد الدوله، والدوله اللي توقف عليهم. انا نطالب الامن والامان لاولادي، بناتي جايين يقراو، مش جايين باش يقابلهم واحد بسكين وموس، وهذا من حقي. يقابلهم طوموبيل يحيبوا عليهم. انا ينعس بنتي برا ونعسها في داري، بصح داخل المؤسسه انا ما نقدرش نعسها. وهذا هو المطلوب منكم، الامن والامان لاولادنا. مدير التربيه وطرحنا له الاشكال مع شيف سيرتي تاع الخروب، طرحنا له الاشكال، راهم هضروا معنا وبربي ان شاء الله يديروا لنا حل، باسكو رانا ماناش مامنين في ولادنا. من الاخر ولادنا نبعثوهم وقلوبنا محيرين. وعلى طريقه سليماني، تهرب مدير التربيه من الاجابه على الصحفيين حول المشكله المسجله داخل المتوسطه التابعه لقطاعه الذي يسير من سيء الى الأسوأ.